سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نكمل قراءة الرسالة القشيرية للإمام عبد الكريم القشيري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. وما زلنا في أعلام هذه الطريقة الذين ذكرهم الإمام في رسالته، ومنهم أبو بكر دولف ابن جحدر الشبلي رحمه الله. والفاتحة لروحه الشريفة. أعوذ بالله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، صراط المستقيم. أبو بكر دولف ابن جحدر الشبلي، ده نسبة إلى شبلة، قرية من قرى أسرشنا. أسرشنا دي يعني محافظة فيما وراء النهر، فيما وراء النهر يعني في منطقة خراسان، والحتة دي اللي هي منطقة شمال إيران مع باكستان وجزء من أفغانستان. المنطقة دي كلها كان فيها محافظات، فدي قرية من ضمن القرى اللي هناك اسمها شبلة. وهو بغدادي المولد والمنشأ، وإن كان أصله إلى شبلة إلا إنه بغدادي المولد والمنشأ، لأنه ممكن أقاربه آباءه نزحوا إلى بغداد وعاشوا فيها فولد فيها وعاش فيها. وأصله من أسرشنة، صاحب الجنيد ومن في عصره، يبقى ده كان في القرن الثالث الهجري. وكان شيخ وقته حالا وظرفا وعلما. الظرف من الظرافة وهي الكياسة. الكياسة إن الإنسان يبقى عنده حكمة مع لطافة، يبقى حكيم ولطيف في نفس الوقت، بحيث ان يطلع لك من المواقف البسيطة حكم عميقة وانت مش واخد بالك منها، مع انك انت بتتعرض للموقف ده كل يوم مش شايف الحكمة اللي جواه، روح مطلعها لك. ده يسموه ظرف. احنا دلوقتي الظرف اللي هو الراجل اللي بيقول نكت، والنكتة فيها هذا المعنى برضه، تلاقي ايه موقف كده مختلق يتقال لك بحيث يعني يلخص لك معنى معين بطريقة ظريفة تقوم تضحك وفي نفس الوقت ايه تستفيد. فهي فيها برضو، ولكن ليست كل الظرافة معناها انك انت تقول يعني ايه حكاية مضحكة يعني. لكن هدي لك مثال بيقول لك هنا في الهامش للظرف بتاعه. سمع بائعا يقول الخيار 10 درهم، فقال فصاح وقال فكيف الشرار؟ اذا كان الخيار 10 درهم، الخيار جابها من الاخيار، هو الراجل بيتكلم على الخيار اللي هو الأتة، خيار والأتة، هو فاهم الخيار إن هي الأخيار، فبيقول الخيار 10 درهم، طب والأشرار يبقوا كام؟ شوف أنت بتسمع النداء ده على الفاكهة والخضار ليل نهار، ما قدرتش أنت تتنقل النقلة دي، آدي الظرف ده، الظرف إن ينقلك النقلة دي. مالكي المذهب عاش 87 سنة. ومات 34 و300، وقبره ببغداد بالأعظمية. الحمد لله شرفني الله وزرته هنا بجوار المنطقة اللي دفن فيها سيدنا الإمام أبو حنيفة. ومدفون الإمام أبو حنيفة هناك في مقابر اسمها مقابر الأعظمية هناك، لكن هو بنوا حول قبر الإمام أبي حنيفة مسجد متسع شاسع كبير، لكن الشبلي ألحقوا به زاوية مصلى صغيرة كده، وكان فيها امام وخطيب مصري لما زرت انا هناك. وقبره ببغداد بالاعظميه. ولما تاب الشبلي في مجلس خير النساج، يبقى كان هو اصلا كان والي على مدينه اسمها دومان، زي ما تقول محافظ دلوقتي، يعني بيقول لك محافظ مثلا القاهره، كانه هو والي على منطقه القاهره، محافظ اسيوط يبقى والي على منطقه اسيوط وهكذا. فهو كان برضو ايه مسؤول عن منطقه اسمها دومان هناك محافظه يعني. تاب في مجلس خير النساج اللي احنا قريناه، اللي هو كان اسمه محمد بن اسماعيل، وضرب عليه الرق خطا، وبعدين حكينا قصته في الجلسه الماضيه. تاب في مجلس خير النساج، اتى دومان وقال كنت والي بلدكم فاجعلوني في حل. اراد ان يتحلل، لان الانسان لما بيتوب هناك من الذنوب بينه وبين الله، وهناك ذنوب بينه وبين الخلق.
والتوبة إن كانت في ذنوب بينك وبين الله يكفي فيها الندم والإقلاع والعزم على عدم العودة. أما إن كانت بينك وبين الخلق فتحتاج شرط رابع، وهي أنك تعطي الحقوق للخلق أو تستحلهم يبرؤوك. فهو أراد أن تكمل توبته فذهب إلى الخلق يستحلهم ويتحلل منهم. قال لهم: كنت والي بلدكم فاجعلوني في حل. وكانت مجاهداته في بدايته فوق الحد، ولما بدأ بقى في المجاهدات بعد توبته الى الله كان مبالغ قوي لدرجة ما حدش كان يعرف يجريه. عايز يعود نفسه على السهر علشان يعرف يصلي كتير، يقوم يكتحل بالملح عشان عينه تحرق ويعرفش حتى يغمضها، يقوم يفضل مفتحها مفنجلها. يعني كانت مجاهداته يعني فيها نوع من الشدة التي لا يستطيع ان يجريه فيها احد، في حين انه كان ممكن يقلل نومه بالتقليل من الطعام. لان لو قللت طعامك وتعودت على كده شهر شهر اثنين ثلاثة اربعة خمسة، مش يوم واحد، ده انت اول ما تقلل طعامك في يوم واحد تلاقي نفسك جعان ومصارينك بتاكلك وتعبان. لكن عود نفسك يوم اثنين ثلاثة شهر تلاقي نفسك نومك قل وقرصة الجوع تقل. ومش معنى انك انت تقلل طعامك يعني تمنع الضروري، لا، تاكل الضروري والحاجي، لكن ما تاكلش بعد الشبع، لا تاكل بعد الشبع ولا تاكل الا اذا جوعت، واذا اكلت فلا تشبع. مش معناه تمتنع خالص هتموت مننا، تمتنع خالص تموت خالص، انا لا عايزينك تموت خالص ولا عايزينك تبقى عندك كرش قد كده وتبقى زي الفيل، ما هو الاثنين وحشين. فالواحد يكون معتدل. سمعت الاستاذ ابا علي الدقاق رحمه الله يقول: بلغني انه اكتحل بكذا وكذا من الملح ليعتاد السهر ولا يأخذه النوم، ولو لم يكن من تعظيمه للشرع إلا ما حكاه بكران الدينوري في آخر عمره لكان كثيرا. بيحكي بقى من تعظيمه للشرع في آخر عمره. شوف ده مات عنده كام سنة، شوف بقى واحد عنده 87 سنة ما يجي عليه رمضان ما ينامش طول الليل ويصلي طول. أمال في شبابه كان بيعمل ايه لما هو في 87 سنة كده؟ عشان تعرف تعظيمه للشر. سمعت الشيخ ابا عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول: سمعت ابا العباس البغدادي يقول: كان الشبلي رحمه الله يقول في اخر ايامه: وكم من موضع لو مت فيه لكنت به نكالا في العشيرة. وكم من موضع، اي من حال ومقام اقامني الله فيه، حال زميمة او مقام زميم قبل ان يتوب او بعدما تاب وكان في العبادة لكن غير محسنا لها، او كان في العبادة محسنا له لها ولكنه ناظرا اليها معتمدا الى العبادة لا معتمدا على الله، او كان معتمدا على الله ولكن طالبا الثواب على العبادة وكأنه يتعامل مع الله معاملة التاجر. كل هذه اساءة ادب مع الله. فهو بيتذكر احواله دي ومقاماته التي ارتقى منها، فكلما يرتقي الى مقام يظن ان المقام اللي قبله ده كان مقام دني. فبيقول: وكم من موضع لو مت فيه، لو كنت مت في هذه المقامات يعني، لكنت به نكالا في العشيرة، يعني عبرة لمن يعتبر. لكان ربنا جعلني عبرة لمن يعتبر، النكال هي العبرة يعني. وكان الشبلي اذا دخل شهر رمضان جد فوق جد من عاثره ويقول: هذا شهر عظمه ربي فأنا أول من يعظمه. سمعت الأستاذ أبا علي يحكي ذلك عنه. يقول في الهامش: ومن حكمه ليس من احتجب بالخلق عن الحق كمن احتجب بالحق عن الخلق. ليس من احتجب بالخلق عن الحق يعني انشغل بالمخلوق عن الخالق. كمن احتجب بالحق عن الخلق اي انشغل بالخالق عن المخلوق. لا شك ان كل انسان قيمته فيما اهمه، فمن كان همه الخلق فقيمته الخلق، والخلق لا اذا فتشتهم لا تجدهم شيئا، ومن كان همه الحق فنعمة الهمة هي. وقال: ان اردت ان تنظر الى الدنيا فانظر الى نفسك، فخذ كفا من تراب فإنك منه خلقت وفيه تعود.
يعني اذا اردت عايز تشوف الدنيا انظر لنفسك. وفي رواية قال لك انظر الى المزبلة، ما هي دي الدنيا، المزبلة هي دي الدنيا فعلا، يمكن ما تقدرش تقعد فيها من ريحتها. طيب مش عايز تنظر للمزبلة، طب انظر لنفسك، اذا نظرت لنفسك فانت اصلك من تراب، فخد حفن التراب هو ده اصل، هي دي الدنيا بقى. اذا كنت انت سيد الدنيا واصلك كده فما بال الدنيا بقى، اذا كنت انت جعلك الله سيدا في الدنيا، وهو الذي ايه سخر لكم ما في السماوات وما في الارض ايه جميعا منه، يعني انت كأن ربنا جعلك يعني ما فيش غيرك على الحجر بلغة المصريين، يعني موضب لك كل حاجة عشانك انت. هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها، جعل لنا الارض، جعل لنا السماء، خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات. كل ده تحذير علشان يخلق سيدنا ادم عشان احنا نيجي من ذريته، كل ده توبيخ، كل ده عظمة. اذا كنت انت اللي الاكوان دي كلها خلقت من اجلك وانت اصلك شوية تراب، يبقى اعرف بقى ايه هي الاكوان، فلا تنشغل بالاكوان ولكن انشغل بالمكون، ولا تنشغل بالمخلوق ولكن انشغل بالخالق، ولا تنشغل بالنعمة ولكن انشغل بالمنعم، وهكذا. وسأله رجل اي الصبر اشد، واحد جاي يسأله ويمتحنه. كانوا زمان دول الفقراء العباد كانوا بيبقى عندهم لطافة عظيمة كده، يجي يسأل وهو جاي يمتحن، مش يمتحنه يعني علشان يوزنه او ينتقصه لانه دي معصية، لكن هو يريد ان يسأله ويمتحنه ليفيده بهذه النية، لنية الافادة مش بنية انه هو ينتقصه او انه يحقره امام نفسه او امام الناس، لا، لان هذه النية حرام، لكن هو يأتي يمتحنه ليفيده. فجال واحد من هذا النوع بيقول له اي الصبر اشد، قال الصبر في الله، قال لا. كونه يقول لا دليل انه ايه، عارف الاجابة، انه فاهم، مش جاي يستفهم بقى، ده جاي يفهمه معنى. قال لا. قال الصبر مع الله، قال لا. قال الصبر لله، قال لا. فراح سأله بقى، قال فأي شيء؟ أم الراجل بقى هو اللي ردله، قال الصبر عن الله، ده أشد حاجة. فصرخ الشبلي وأنشد، الصبر يجمل في المواطن كلها إلا عليك فإنه لا يجمل. فالصبر عن الله يعني أي الصبر على الحجاب بالغفلة والمعصية والبعد عن الله وترك التوبة، هو ده أشد أنواع الصبر على النفس، لانه ايه، لانه بيحجبك عن الله عز وجل. وقال ليس من استأنس بالذكر كمن استأنس بالمذكور، ليس من استأنس بالذكر كمن استأنس بالمذكور، يعني كمن انشغل بالذكر عن المذكور، كمن انشغل بالنعمة عن المنعم، كمن انشغل بالعلم عن المعلوم، كمن انشغل بالدليل على المدلول، كمن انشغل بالعبادة عن المعبود، كل دي مقامات. فلا شك ان اللي انشغل بالله اعلى من هؤلاء. وانشد في الذكر قال ذكرتك لا اني نسيتك لمحة. وايسر ما في الذكر ذكر لساني، وكدت بلا وجد اموت من الهوى، وهام علي القلب بالخفقان، فلما اراني الوجد انك حاضري شهدتك موجودا بكل مكان، فخاطبت موجودا بغير تكلم، ولاحظت معلوما بغير عيان. كلام جميل واضح حلو، يفكرك ايه في العصر الحديث بتاعنا، بفكر فيك وانا ناسي، مش كده برضه؟ عارف انت ام كلثوم مش كانت بتقول بفكر فيك وانا ناسي؟ اهو ده نفس المعنى القريب، ان الانسان الذاكر مع الله والحاضر مع الله حتى لو ترك الذكر يجي يفتش في قلبه يلاقي نفسه بيذكر وهو ناس، هو متصور انه مشغول بحاجه ثانيه. شفت قد ايه؟ ما كل واحد بينادي محبوبه، يعني لما يجي ناس، بعض العباد كانوا يحبوا يقروا شعر مجنون ليلى، لان ليلى عنده هي معبوده، فهمت ازاي؟ يقوم يحمل كل الكلام اللي بيقوله على ليلى على معنى الله، ما يحملوش على معنى المخلوق المعشوق، فهمت المساله؟ فكل واحد بيحمل المعنى على المعنى اللي هو يشوفه مناسب.
يعني انا لما قريت الحبه دول جاب بالي كلمه بفكر فيكم ناس، فانا قلت اقولها لكم بقى وخلاص. اصل كانوا زمان واحنا صغيرين كانوا طول النهار مشغلين ام كلثوم في الشوارع، قاعده تقول 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 ليل نهار ايام الستينيات والسبعينيات. دلوقتي بيقولوها برضو بس مش للدرجه دي، يعني بقوا يفتحوا كلام فارغ تاني. يعني في حاجات كتيره جدد بقى، كل عصر بقى ويقول لك وليه اذان. وقال: ليس من جذبته انوار مقدسه الى انسه كمن جذبته انوار رحمته الى مغفرته. في انوار الترقي وفي انوار المغفره. انوار الترقي اعلى من انوار المغفره، لان المغفره لجبر النقص والترقي لزياده الكمال. فهو بيقول لك بيقارن احوال الناس. ففي ناس بتغطيهم انوار المغفره، منورين صحيح بس بتغطي نقصهم. وفي ناس تغطيهم انوار القدس. وانوار القدس انوار تكميل. فدول اكمل. ولكن الكل منور. امه النبي كلها منوره بس انت اللي مش واخد بالك. يقول لك لو كشف نور العاصي من المسلمين لغطى نوره نور الشمس. دي حقيقه. لان الشمس اصلا لا تشرق الا من اجل ان تنير للمؤمنين احوالهم الظاهره، ولكن المؤمن هو سبب ثبات الاكوان. لان لما ينتهي المؤمنون خلاص ما فيش اكوان بقى، لا تقوم الساعه ويقال الله الله. اول ما ربك يريد ان يقيم الساعه يعمل ايه؟ يقبض كل المؤمنين، اللي هو سبب تثبيت الاكوان. المؤمن ده الذكر ده، اول ما يموت بقى المؤمنين خلاص الناس تهرج كهرج الحمص، وهم دول اللي تقوم عليهم الساعه، لدرجه ان ربنا يمكنهم حتى في الكعبه يهدوها. حتى الكعبه هيهدوها. مش في راجل زعماء التنصير الامريكاني مش عارف اسمه ايه كده، هارمز ولا مش عارف ايه، بيقول ايه؟ لن تستريح جنود التبشير الا بعد ان تقيم الصليب في مكه وتقيم قداس الاحد في المدينه. ده بيقول كده. اوهام، مش هيتمكن. مش هيتمكن، غبي. لكن انا بقول لك شوف ايه اللي بيدور في خلده. يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرين. من اقواله ايضا: المحبه بحار بلا شاطئ وليل بلا آخر وعلة بلا طبيب. المحبة بحار بلا شاطئ وليل بلا آخر وعلة بلا طبيب وبلاد بلا وبلاء بلا صبر ويأس بلا رجاء. دي المحبة يعني الشديدة. سئل مرة عن حديث، أي ده من ظرفه مثلا، نعرف يعني ايه الظرف بقى. سئل عن حديث: خير كسب المؤمن ما كسبت يمينه. انت تسمع كده يعني معناه تقول اخرج اسعى في الدنيا واجتهد واخد اجره، يبقى ده خير كسب من سعي يميني. فقام قال لهم، ينقلهم لمعنى جديد، قال لهم: اذا جاء الليل فقم واتي بماء وتوضا وصلي ركعتين ثم ابسط يمينك وسل الله فكل ما ياتيك هو خير ما كسبته يمينك. فدي لمحة أخرى. يعني أدي معنى الظرف بقى. الحديث كل الناس تسمعه تبقى فاهمة منه حاجة، هو يديك لمحة جديدة. ومرة كان جالس كده قاعد مع نفسه فجاله خاطر قال له: أنت بخيل. قال له: أنا بخيل؟ قال له: أنت بخيل. فقال: طب والله اللي هيجيلي النهاردة أي مبلغ يجيلي لا تصدق بيه كله. قال عشان يثبت للخاطر ده انه مش بخيل. فهو قاعد بص لقى واحد معدي كده اداله صره فيها 50 دينار. قال له: خذها انفقها على مصالحك. راح واخدها. وقال: والله لا اتصدق بيها على اول فقير اشوفه كلها. فراح ماشي كده لقى واحد فقير، فقير يعني ايه؟ كان زمان اما يقول لك فقير يعني متفرغ للعباده. لا يتكسب. فوجد واحد فقير اعمى عند المزين قاعد يحلم.
فراح ايه اداها للراجل الفقير اللي عند المزين، قال له خذ هذه لك. قال اعطيها للمزين اجره الحلاق يعني. فقام وطى في ودنه كده قال له دنانير 50 دينار. قال له الم اقل لك انك بخيل، اعطيها للمزين. فقام راح مديها للمزين. قام المزين قال له عاهدت نفسي، عاهدت الله الا اخذ اجرا على حلاقة فقير، مش عايز. فلقى الكل مش عايز، راح قال والله ده انت هنتي على الناس كلها، راح رميها في نهر دجله. فدي احوال كده ساعات كانوا يمروا بيها عشان ربنا يعلمهم في الواقع ايه قيمه الدنيا دي. نفعنا الله بهم وبذكرهم. ومنهم ابو محمد عبد الله بن محمد المرتعش. الفاتحه لروح. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نيسابوري من محلة الحيرة، وقيل من ملقباز، صاحب ابا حفص اللي هو ابا حفص الحداد اللي احنا تكلمنا عنه، وابا عثمان اللي هو الحيري، ولقي الجنيد وكان كبير الشأن، وكان يقيم في مسجد الشونزية نسبة الى الشونيز، مقبرة ببغداد، كاتب في الهامش كده. وكان يقيم في مسجد الشونزية، مات ببغداد سنة 28 و300 في الهامش. وقال المناوي عجائب الدنيا في التصوف ثلاثة: الشبلي في الإشارات، والمرتعش في النكت، وجعفر الخلبي في الحكايات. ومن حكم المرتعش قوله: من كمل إسلامه أحبه الحق، ومن كمل إيمانه استغنى عن الخلق. من كمل إسلامه أحبه الحق، ومن كمل إيمانه استغنى عن الخلق. وقوله: أصول التوحيد معرفة الله بالربوبية، والإقرار له بالوحدانية، ونفي الأضداد عنه بالكلية. وقال: سكون القلب لغير الله عقوبة عجلت في الدنيا. سكون القلب لغير الله عقوبة عجلت في الدنيا. قال المرتعش: الإرادة، إيه هي الإرادة؟ مش إحنا عارفين إن في حاجة اسمها مريد؟ المريد ده لابد أن تكون له إرادة، أي مجاهدة في الأول. الإرادة هي نوع المجاهدة. فإيه هي بقى الإرادة اللي هي المجاهدة؟ قال: حبس النفس عن مراداتها، والإقبال على أوامر الله تعالى، والرضا بموارد القضاء عليه. كلها تقول الى الصبر، لان حبس النفس عن مراداتها يعني الصبر عن الشهوة والهوى، مش كده برضو؟ والمعصية، حبس النفس عن مراداتها هي الصبر عن المعصية وعن الشهوة وعن الهوى، صبر. والاقبال على اوامر الله برضو صبر، ولكن على الطاعة وعلى العبادة وعلى الذكر، صبر برضو. والرضا بموارد القضاء عليه يعني الصبر على ما نزل من القضاء، مش كده برضو؟ فيقول كله الى الصبر. والصبر معناه نفي الارادة، ونفي الارادة بالمعنى الاخر ونفي الاختيار، فيكون مع الله على ما يختار. فهمت بقى الحكاية كلها؟ كل الحكاية كده لخصها سيدنا ابو الحسن الشاذلي، وقال: اذا اخترت فاختر الا تختار، وفر من المختار الى ما يخلق ما يشاء ويختار. هي دي كلها. فتترك اختيارات نفسك اي شهوتك ومعاصيك، وتترك اختيارك الى اختيار الله طاعة وذكرا، وتترك اختيارك لما تريد من الاقدار الى ما قسمه الله لك من قدر، فترضى بما قسمه الله لك. ادي معنى ترك الاختيار خالص. يبقى الارادة هي ترك الارادة. شفت بقى الحلاوة؟ اي المجاهدة هي ترك الاختيار.
كل دي الفاظ تعبر عنها معناها واحد، لكن تجدها معبر عنها بالفاظ مختلفه، لكن هي المعنى واحد. المهم تعيشها. فالاراده اي المجاهده هي ترك الاراده وهي الاختيار، واضح؟ وترك الاراده هي المداومه في الصبر، والصبر في ثلاث مقامات: صبر عن المعصيه، وصبر على الطاعه، وصبر على القضاء. مش كده برضو؟ وقيل له ان فلانا يمشي على الماء، دي كرامة بقى، واحد يمشي على الماء. فقال عندي ان من مكنه الله تعالى من مخالفة هواه فهو اعظم من المشي في الهواء، والمشي في الهواء اشد من المشي على الماء. قال له مشي على الماء دي حاجة، ده المشي في الهواء اشد، واللي ربنا يمكنه من نفسه فيقيمها على شرع الله اشد بقى من المشي على الهواء. هتضحك عليا تقول لي بيمشي على الميه، ما يمشي على الميه. خدت بالك؟ يبقى الاستقامه هي عين الكرامه. يبقى معناها هنا ان الاستقامه هي عين الكرامه. ومنهم ابو علي احمد بن محمد الروذباري الفاتحه لروحي. اعوذ بالله من الشيطان الرحيم. ابو علي احمد بن محمد الروذباري بغدادي اقام بمصر ومات بها سنة 22 و300 بالقرافة، بجوار قبر ذنون المصري. صاحب الجنيد والنوري وابن الجلاء والطبقة، اظرف المشايخ واعلمهم بالطريقة. صاحب الجنيد والنوري وابن الجلاء والطبقة، من في طبقتهم، في طبقتهم من العلماء يعني في عصرهم. أظرف المشايخ وأعلمهم بالطريقة، كاتب في الهامش هنا. ومن أقواله: المريد من لا يريد لنفسه إلا ما أراد الله له. يبقى ترك الاختيار بس، شفت نفس المعنى، كل يعبر عنه كما عاشه، لكن هو المعنى واحد، وعشان كده تجد ان الحقيقة واحدة، لكن كل عبر عنها بطريقة حسب ما استشعرها، لكن هي الحقيقة واحدة. المريد من لا يريد لنفسه الا ما اراد الله، اللي هو نفي الاختيار. والمراد، ومن هو المراد بقى؟ ما في مريد وفي مراد. والله يهدي اليه من يشاء من اناب، والله يهدي اليه من اناب، ده المريد. ويجتبي اليه من يريد، مش كده برضه؟ ويجتبي اليه من يريد، فربنا اللي يريده اسمه مراد. يبقى مجتبى مراد، والله يهدي اليه من ايه؟ من اناب، ويهدي اليه ويجتبي اليه من يريد. فربك لما يريد انسان يجتبيه اي يصطفيه فيكون مرادا، والانسان لما يريد ربه يكون مريدا متوجها الى الله منيبا سالكا. يبقى في سالك وفي مجذوب، مش كده برضه؟ المجتبى مجذوب والسالك مريد مجتهد، والاكمل ان يجتمع عليك السلوك والجذب، السلوك والجذب عشان تبقى ايه؟ شيخ كامل. لان النبي اجتمع عليه السلوك والجذب. النبي تحنث في غار حراء الليالي ذوات العدل، سلوك، ثم جاءه الجذب بالنبوه، نزل جبريل فقال له اقرا، قال ما انا بقارئ، فانتقل نقله كبيره. بعدما كان عابدا صار نبيا رسولا بالاجتباء، فهمت؟ وعلشان كده الوارث المحمدي يجتمع فيه السلوك والجذب. ادي المعنى. الله يجتبي اليه من يشاء ويهدي اليه من يريد، مظبوط. يبقى يجتبي اليه من يشاء ويهدي اليه من يريد. فالاجتباء اللي هو ايه؟ الاصطفاء، والهدايه اللي هو السلوك. يقول: والمراد لا يريد من الكونين شيئا غيره،
يبقى المريد لا يريد لنفسه الا ما اراد الله، يبقى لسه بيبص لنفسه. يعني ما زال تاركا اختياره لاختيار الله لنفسه، يعني ما زال له نفس، ما زال له طلب، ما زال له اختيار. فهمت ازاي؟ ولكن كان وقع اختياره لاختيار الله فما زال مختارا. لا، المراد بقى مش كده، المراد خرج عن اختياره اصلا، والمراد لا يريد من الكونين شيئا غيره، غير الله بقى. وقال المشاهدة للقلوب، والمكاشفة للأسرار، والمعاينة للبصائر، والمرئيات للأبصار. دي كلها إشارات جميلة عشان يبين لك الفرق بين إيه هي المشاهدة، وإيه هي المكاشفة، وإيه هي المعاينة، وإيه هي المرئيات. تتصور إن كلها مرادفات، لكنها هي مش مرادفات، هي كل حاسة ليها ما تراها. فالعين لها المرئيات، مش كده برضو؟ والبصائر اللي في القلب ليها المعاينة، والأسرار اللي هي لما تصفو الروح تماما من تعلقات البدن دي ليها المكاشفة، والقلوب لما صارت سليمة ولكن اختلطت فيها النفس مع اختلطت فيها متطلبات الجسد مع الروح وصارت نفسا قلبا وسلمت تكون محل للمشاهدة. يبقى المشاهدة للقلوب، والمكاشفة للأسرار، والمعاينة للبصائر، والمرئيات للأبصار أو للإبصار. سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول، سمعت أبا القاسم الدمشقي يقول، سئل أبو علي الروذباري عمن يسمع الملاهي ويقول هي لي حلال لأني وصلت إلى درجة لا تؤثر في اختلاف الأحوال، فقال نعم قد وصل ولكن إلى سقط. في طائفة من الطوائف يدعون أن سماع الملاهي يعينهم على الوجد والحضور، فيستعملون الملاهي في الذكر. فدي طريقة لا يستسغها كثير من المربين، منهم سيدنا أبو علي أحمد بن محمد الروذباري، لأنه يقول أنا لا أصل إلى شيء نهى الرسول عنه، لا أصل إلى الله بشيء نهى الرسول عنه. الثاني بيقول له انا بصل، انا بحس بالوصول، انا بحس بالوجه. لما تبتدي النغمه كده تشتغل مع الذكر كده، ده بيذكره بالعود، ساعات يذكر بالعود وبالقانون ويذكر بالرق، واخد بالك ازاي؟ اللي هو الذكر بالموسيقى. وصنف فيها الامام السيوطي رساله واجازها لمن ادعى بالتجربه انها تعينه على الوجه والحضور، اجازها. ولكن هي إجازة كإجازة الميت للمضطر، فلا تلجأ إليها إلا مضطر، ولا ننصح بها. يعني الحمد لله أنها في طريقتنا لا نستسيغ استعمال الآلات الموسيقية في الذكر، وما زلنا مع تحريمها شرعا، نميل لهذا في طريقتنا. وإن كنا لا نحكم على غيرنا، لأنه ممكن يبقى غيرنا أعلى منا درجة وربنا يغفر له بعض النقص ويجبره بأشياء أخرى، فإحنا ما بنحكمش على حد، لكن إحنا بنقول بس إيه أساليب التربية بتختلف، وعشان كده الطرق هي طرق تربية وهي تتعدد، فلابد إن الطرق تبقى متعددة، وهي لا تفرق الأمة، بل لكثرة مشارب الناس وكثرة أمراضها لابد إن تتعدد الأدوية، والأدوية دي هي عبارة عن طرق، كل طريق له دواء معين علشان ياخذ هذا الإنسان المريض يوصله إلى ربه. فتعدد الأدوية مش معناه تفرق للأمة، بل بالعكس ده معناه زيادة الرحمة عشان ربك يداوي الكل. وعشان كده ممكن تلاقي ألف طريقة صوفية مذهبهم كلهم ملك، وده هم ألف طريقة. الله، لأن الطرق دي طرق تربية، أساليب تربية مش دين. الجماعة إياهم متصورين إنها تفريق، يقول لك مسلمين ليه الطرق متعددة؟ إحنا مسلمين. الإسلام ده دين، والطرق أساليب، أساليب تربية، وأساليب التربية لابد أن تتعدد وكلها من الدين. فالنبي ربى بطرق مختلفة، يجي لواحد يقول له لا تغضب، واحد ثاني يقول له لا تسأل الناس شيئا، واحد ثاني يقول له عليك بالاستغفار، واحد ثاني يوصي بصيام الدهر، واحد ثاني ينهى عن صيام الدهر، وهكذا. كل واحد بيعلمه الطريقة، يبقى النبي علم الناس بطرق متعددة ومختلفة. فهمت المسألة؟ فربنا عدد الطرق عشان يوسع للناس.
وتجد ان الطرق المتعددة قد يكون مذهبها الفقهي واحد وهي متعددة، فهي ليست فرقة في الحقيقة، ده اسلوب تربية. انت ليك اسلوب في تربية اولادك يمكن غير اخوك، وانت واخوك مسلمين ولا مش مسلمين؟ مسلمين. ابوك انت ربان بطريقة غير عمك ما ربى اولاده، والاثنين مسلمين ولا مش مسلمين؟ مسلمين. يبقى دي اساليب تربية تتعدد وتختلف، والدين واحد، انما هم مش فاهمين، مساكين. هو واقف بره كده ما دخلش لسه، ما دخلش جوه الاوضة لسه، لانهم لم يتحققوا الا بمقام الاسلام فقط، ولم يتحققوا بالايمان ولا بالاحسان. الجماعة اللي في بالي المتمثلفة اللي ماشيين ورا ابن تيمية النجدي وورا ابن تيمية الحراني ومحمد بن عبد الوهاب النجدي، واخد بالك ازاي؟ هم دول اللي ماشيين ورا، والالباني الشامي وبن باز السعودي النجدي، هم دول اللي ماشيين وراهم، تحققوا بمقام الاسلام فقط ولم يتحققوا بالايمان ولا بالاحسان، لانهم جسموا الله فلم يتحققوا بمقام الايمان. دي حقيقة، جسموا الله وعبدوه بالجهل، فيبقى حرموا مقام الإيمان، دي أول حاجة. وبعدين لم يراقبوا الله عز وجل في أنفسهم ليل نهار، بل راقبوا الخلق وحكموا عليه. فلم يراقبوا الله في أنفسهم لأنفسهم، بل راقبوا الخلق لأنفسهم لشهوة أنفسهم، ليحكموا على الخلق فكفروا الناس. فلم يتحققوا بمقام الإحسان ولا مقام الإيمان. ولكن أصدق ما يقال عليهم قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبهم. مش قسوة والله، دي حقيقة. هم لم يتحققوا إلا بمقام الإسلام فقط، لسه ما دخلوش من باب الإيمان، لسه مساكين وقافلين هذا الباب. تيجي تناقشوا قفلوا ليه؟ لأنه مشي ورا ابن تيمية الحراني في فهمه للصفات بالتقسيم وفي عدم توقير النبي وآله، ومشي ورا محمد بن عبد الوهاب في إسرافه في تكفير المسلمين وتشركهم واستحلال دمهم، ومشي ورا ابن باز والألباني في التوسع في معنى البدعة، فجعلوا كل ما يفعله المسلمون بدعة وإن كان يحس بها الشرع الكريم ويندرج تحت أصل من أصول الشرع، فعلشان كده قفل على نفسه الباب. خدت بالك؟ هذه النقطة الكبيرة. وعشان كده يجي يقول لك الطرق مختلفة، الطرق مختلفة. ده انت لسه يا ابني ما دخلتش من الباب، انت لسه بره ما تتكلمش. ادخل الاول، اول ما هتدخل هتعرف انها اساليب تربية مش دين جديد. ده انت عشان بره مش شايف. ومش شايف ليه؟ ده انت مش شايف وبره ولابس منظار اسود كمان، عشان بيسيء الظن بالناس. ما هو سوء الظن ده منظار اسود، فتصور هو بره حجرة الايمان ولابس كمان منظار اسود، ومش كده وبس، ومالي ودانه قطن عشان ما يسمعش. هو لا يسمع الا لابن تيمية ولابن القيم والالباني ولابن باز وابن عثيمين، هم دول بس اللي انجبتهم. عارف محمد بن عبد الوهاب بيقول ايه؟ بيقول المسلمين اشركوا من 600 سنة. اقرأ كلام. وانا جئت بدين جديد. اعتبر ان المسلمين مشركين من 600 سنة، وكان اللي بيتبعه يقول له ايه؟ لو كنت حججت اعد الحج لانك حججت وانت مشرك، فعليك تعيد الحج تاني عشان بقيت يا دوب انت النهارده مسلم، ولازم تشهد على ابويك انهم مات كافرين والا ما تبقاش تبعي. يقوم يشهد على ابوينه. كل ده اقروا انتوا قصص محمد بن عبد الوهاب وكتبه عشان تعرفوا اصل الدعوه دي، ويعتبروه مجدد هذا القرن. هو فعلا مجدد هذا القرن في المبتدعين، دي حقيقه. وعلشان كده قفلوا على نفسهم ويعيبوا في الطرق، ويقول لك تعددت الطرق فتفرقت الامه. بقى الطرق فرقت الامه، وانتم اللي خليتوا الامه مشركه وكافره. انتوا رحمه والطرق اللي مش رحمه؟ انتوا خليتوا الامه مشركه وكافره، والطرق غايه ما هنالك بيختلفوا مع بعضهم في اساليب التربيه. ايهما اعمق في الخلاف؟ انتم اعمق في الخلاف، ولكن لا يعقلون. شوف يا ابني لما حد يناقشك كله يا ابني قالت الاعراب امنا، قل لم تؤمن ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبك. لما يدخل الايمان في قلبك يا ابني تبقى فيه، ربنا يهديك بس وخلاص. وما تجادلهمش كتير، لان الجدال معاهم بيجعل في القلب سواد، فما تجادلش. اهو شوف هنا رايه ان الملاهي
دي في طرق اجازتها للذكر، اساليب تربيه. احنا لو قلنا عليها حرام مطلقا، طب ما في عيال مغنواتيه كده قفلت عليهم الباب مش عايزين يتوبوا، هو بيحب المزيكا وربنا فاتح الباب للواد بتاع اللي بيحب المزيكا ده يدخل، يقوم يعمل له طرق تعمل له مزيكا وتسكت. يلا يا عم مغنواتي وعايز يتوب، يروح للطريقه اللي ماشيه الرق، يقوم يجد نفسه فيها. ما كان مغنواتي امبارح عايز يذكر من غير رق، سيبه بقى يذكر برق يا عم، مش احسن ما كان بيرقص؟ صح ولا لا؟ اني احسن بس؟ ما هو ربك بياخد الناس بالتدريج، ما هو ربك في قدره كان هيحرم الخمر تماما، يقوم يعمل ايه؟ يقول لهم لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى، بياخدهم بالتدريج. يبقى المغنواتي ده بعد ما كان مغنواتي الهي ده لما عايز يتوب وبيحب الموسيقى ماليه مخه، نقول له ايه؟ نقول له في الطريقه الفلانيه بيذكروا بالموسيقى، يروح لهم ينبسط معاهم قوي لحد ما يستقر الايمان في قلبه ويبتدي يطلب علم الدين وينبسط، يقول لا ده الموسيقى دي امر فيه خلاف واحنا حقنا نترك المتشابه على الاقل. تلاقي بعد سنه اثنين ثلاثه يروح سايب الذكر بالموسيقى لوحده فقط، يبقى خدت بايده بالتدريج. انما تقفل كل الابواب كده والرحمه على الناس عايزهم كلهم يذكروا كده اهو، ليه؟ لانه لو عمل كده هيبقى مشرك. حاجه غريبه قوي، كل واحد بيذكر بالطريقه اللي تريحه. يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه ويتفكرون في خلق السماوات والارض، فدي كلها من الرحمات. هنا بقى سيدنا ابو علي احمد بن محمد الرذباري كان يرى ان الذكر بادوات الملاهي يودف ده، هو رايه كده ان مش هي ده الاسلوب، لانه كان هو في حال اعلى. فبيقول ايه؟ سئل عمن يسمع الملاهي، يعني حال الذكر، مش سئل عمن يسمع الملاهي حال السكر، لان لا ده بيتكلم في حاله ثانيه، ويقول هي لي حلال، بيقول دي هي لي حلال، لكن الناس لا، انا بحس بنفسي بيها، انا بحس ان انا بوصل مع الله فيها، انا بحس اني بركز فيها. مش في واحد يحب يذاكر على محطة الموسيقى وهي شغالة ويذاكر عشان يقول لك انا ما اعرفش اركز الا لما يبقى فيه نغم حواليا كده. طب قول له لا ما ينفعش، يروح تارك المذاكرة يسقط بعد ما كان بيطلع من الاوائل. سيبه يا عم، سيبه يذاكر يا عم، ابعد عنه. فهمت ازاي؟ سيب انت ذاكر من غير موسيقى، مالكش دعوه بيه. لان حتى لو قلنا انها حرام فتبقى حرام من الصغائر مش من الكبائر، وربنا بيغفر الصغائر. عارف كل ما يتوضا ينزل من ودانه كل اللي سمعه ولو كان غلط، لانه صغائر. صح ولا لا؟ امتى تبقى الموسيقى كبائر؟ لو كان قاعد قدامه الكاس والخمره والرقاصه وبيسمع الموسيقى، يعني في ملاهي الهرم وهو ما بيعملش كده، يبقى مش من الكبائر. خدت بالك ازاي؟ خلاص سهله الحكايه، سهله. يعني حتى لو هو مصمم انا الصغار، فهمت المساله بقى؟ هون على نفسي. عمن يسمع الملاهي ويقول هي لي حلال لاني وصلت الى درجه لا تؤثر في اختلاف الاحوال، فقال نعم قد وصل ولكن الى صقر. صقر اللي هي شهوه النفس. فهمت ازاي؟ لان شهوه النفس نار. شهوه النفس نار، فكانه يذكر بشهوه نفسه. فهمت ازاي؟ بيذكره بشهوة نفسه. فقال له ده وصل فعلا، بس وصل الى سقر. ما يصلش سقر، يعني سقر دي للكفار وهو لا يكفر المسلمين. خد بالك ده هو بيتكلم على النفوس واحوالها. يبقى سقر هي شهوة النفس، هي نار الشهوة. فهمت المسألة؟ لأن دول ما كانوش بيكفروا، ما كانش لسه ابن تيمية الحراني اللي فتح باب التكفير على مصراعيه للناس في الرسالة الوسطية بتاعته وغيره وغيره، ما كانش لسه اتولد اصلا، كان فاضل له 300 سنه على ما يتولد لسه، فما جاش في بالهم يكفروا الناس لسه. فلما اتولد ابن تيميه الحراني جرأ الناس على التكفير، جاء محمد بن عبد الوهاب ماشي على هذا النهج تماما واحل دماء المسلمين واعرضهم. واديك انت شايف السلفنجيه المتمثلثة بيعملوها في الجزائر، بيقتلوا المسلمين قتل يعني الكفار، ويستحلوا اعراضهم وينتهكوا اعراضهم. العيال اللي بدقون اللي عاملين ثياب قصيره هناك في الجزائر اللي اتربوا على الفكر الايه الوهابي، اقرا في الجرايد بيحصل ايه في الجزائر، اقرا في الجرايد اللي بيحصل ايه في الشيشان من جماعه المتمثلين.
مقابر الاولياء تجرف جرف علشان يزيلوا. وخدناها النبي عن ان ايه ننبش القبور، قبر المسلم المعتاد فما بلد بالولي والصالح يكون اشد. ولو تركناهم والله يجرفوا مسجد النبي ويهدوا القبة الشريفة، وقد لوحوا على ذلك. وابن والألباني قايل كده في كتابه، قايل كده في احد كتبه، ممكن اجيب لك الصفحة والكتابة اجيبها لك، بيقول ان 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 القبة الشريفة الخضراء في المدينة المنورة يعلم الناس انها غير مطلوبة شرعا بل يجب ازالتها. قايل كده الألباني. الاولياء تجرف جرف علشان يزيلوا. وخدناها النبي عن ان ايه ننبش القبور، قبر المسلم المعتاد فما بلد بالولي والصالح يكون اشد. ولو تركناهم والله يجرفوا مسجد النبي ويهدوا القبة الشريفة، وقد لوحوا على ذلك. وابن والالباني قايل كده في كتابه، قايل كده في احد كتبه، ممكن اجيب لك الصفحة والكتابة اجيبها لك، بيقول ان القبة الشريفة الخضراء في المدينة المنورة يعلم الناس انها غير مطلوبة شرعا بل يجب ازالتها. اي كده الالباني. يعني لو تركناهم والله لحيهدوا القبة في قبر النبي. وفي العراق انا رحت ايام ما كنت في بغداد بزور الناس دي، وكان في مؤتمر جمعية الجراحين العراقية من حوالي 4 سنوات أو 3 سنوات مش فاكر، قابلت جماعة وهابية عراقيين متأثرين بالفكر السعودي. عارف بيقول ايه؟ بيقول اول حاجة يجب ان تهدم قبر ابي حنيفة النعمان، علشان الزوار اللي بيروحوا يزوروا ابو حنيفة النعمان، يقول لك اول قنبلة تنزل على بغداد عايزينها تنزل على قبر ابو حنيفة النعمان، وبعدها تنزل على الكاظمية عشان سيدنا موسى الكاظم، وبعدها على كربلاء والنبي. ادي تفكيرهم يا سيدي، تفكيرهم هو ده. صار المسلمون هم اعدى اعدائهم، مش اليهود ولا المشركين اعدى اعدائهم، بل بالعكس اعدى اعدائهم هم المسلمون الذاكرون، هم دول اعدى اعدائهم. فربنا ينجينا. عشان كده ما اقول لك قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. فهم اعراب من نجد. والعجيبه يا اخي سبحان الله، لما اجتمعوا في دار الندوة علشان يوضبوا لمعاداة النبي، جالهم الشيطان في صورة ايه؟ شيخ نجدي. ايه الحلاوة دي؟ ايه الحلاوة دي والرمز ده؟ دي رموز يا عم. ده جالهم في صورة شيخ نجدي. ابليس ما لقاش ان يتلبس الا في صورة شيخ نجدي. حاجة غريبة. مش دي برضه رمز؟ هل جالهم في صورة شيخ مصري؟ اهو بيقول لك المصريين عباد البدوي زينا. نقول لهم لا، ابليس جاب صوره شيخ نجد عشان يتغاظوا بس شويه. يقول لك فاستخف قومه فاطاعوه، يعيبوا في المصريين يقول لنا الايه دي. نقول لهم بالعكس، ده اللي اطاعوه الجهل من المصريين، انما علماء اهل مصر كلهم كانوا السحره، هم دول العلماء تبعوا سيدنا موسى. الطبقه المثقفه في اهل مصر كلها في عصر فرعون هم السحره. عملوا ايه؟ اتبعوا سيدنا موسى ولا اتبعوا فرعون؟ اتبعوا سيدنا. ادي اهل مصر اهو، ادي النخبه المختاره في اهل مصر، اهل ديانه طول عمرهم، لما يشوفوا الحق يسجدوا له خلاص. انما اللي استخف قومه فطاعوا مين؟
الجهل اللي ما راحوش المدارس ولا يعرفوا حاجة عن اي حاجة وقاعدين ورا البهيمة ما يعرفوش حاجة، هم دول اللي قاوموا بطاهم، دول مش اهل مصر. عشان ترد عليهم، اصل انا برد عليهم بكيعهم على فكرة لما يقولوا لي كده وانا بعمل عمرة ولا حاجة احتجت اليوم. لازم تكبس الجماعة دول. وفي الاخر اختم الحديث معاه بقالت العرب امن قل لم تؤمن، عشان تبقى ختمتها بالقرآن تبقى كويس. وسئل عن التصوف فقال هذا مذهب كله جد فلا تخلطوه بشيء من الهزل. المعازف دي هزل والتصوف ده مذهب كله جد، فما تخلطش الجد بالهزل. ده رأيي، واخد بالك؟ لكن انت لما تنظر في الرحمات كلها تجد ان ربنا عمل الباب ده اللي فيه نوع من الهزل علشان في ناس ما بتوصلش لربها الا من طريق الهزل ده. فهمت ازاي؟ طيب ما انت في مغنيين لما تابوا لجوا يعملوا ايه؟ يعملوا انشاد ديني ومديح بس بالموسيقى. هو كان الاول بيغني حوالين الرقصات، حب يتوب يعمل ايه؟ وربنا ابتلاه بصوت جميل وبيحب النغم، خلاص يا سيدي. اما يجي يغني للنبي احسن ما يغني للبت اللي رقص، مش كده برضو؟ احسن مرحله، اعتبرها مرحله، مرحله نقاهه. يعني هو كان مريض قوي وبعدين مرحله نقاهه وبعدين حيوعات، مش كده برضو؟ خلاص ما تقفلش على الناس الباب. هو انت لما بتبقى عامل عمليه جراحيه كبيره المريض وعايزه يجري ثاني يوم، يقوم يجري ثاني يوم، ما بطنه هتتفتح ويموت. هو امبارح كان في المعاصي لششته، عايزه ثاني يوم بيبقى ولي. خده بالتدريج بالراحه، حبه بحبه بعد كده هيجري يسبقك. فهمت ازاي؟ سمعت محمد بن الحسين رحمه الله يقول، سمعت منصور بن عبد الله يقول، سمعت ابا علي الرودباري يقول، من علامه الاغترار ان تسيء فيحسن الله اليك. يا ونستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين. الانسان الصالح لما يسيء ربك يديله العقاب على طول في الحال، اول باول، يوم ايه يعرف يتعدل على طول. انما لما ربك سبحانه وتعالى يريد ان يمكر بعبد، يوم كل ما يسيء ربنا يبارك له في الاساءه ويغطي عليه. فلما نسوا ما ذكروا به عملنا ايه؟ فتحنا عليهم ابواب كل شيء. قال لك يا فتح عليهم كده برضو، يعني دي فرعي. لكن لما نسوا ما ذكروا به ربنا يذكرهم، يبقى ربنا بيحبهم. لكن يفتح عليهم ابواب كل شيء وهم ناسيين. الامريكان اتفرج عليه، نسوا ما ذكروا به، ربنا فتح لهم ابواب المعمور، قاعدين دلوقتي بينهبوا جميع خيرات الارض. ولكن والذين كفروا يتمتعون وياكلون كما تاكل الانعام والنار مثوى لهم. قتلانا في الجنه وقتلهم في النار، مش كده برضو؟ وبعدين بالغيظه فيهم الجنود بتاعتهم بييجوا يسمعوا الاذانات بيخشوا في الاسلام، درجة ان الجنود بتاعتهم ما بيخلوهمش في بلاد المسلمين اكتر من 6 شهور، يبعتوهم يجيبوا فرقة تانية، بيخافوا لا يسلم، بيحتكوا بالمسلمين. مجرد يسمع اذان ورا اذان ويشوف المسلمين بيصلوا ويقعد يتعايش معاهم، يقول ايه ده بقى، دي الناس اللي احنا بنحاربها، ما يقدرش يحاربهم، بيروح لهم هناك وبيروح لهم لحدهم. خدت بالك؟ سمعت محمد بن الحسين رحمه الله يقول، سمعت منصور بن عبد الله يقول، سمعت ابا علي الرودباري يقول، من علامة الاغترار ان تسيء فيحسن الله اليك، ان تسيء فيحسن الله اليك، فتترك الانابة والتوبة. طبعا واحد كل ما يغلط الامور بتتبارك له، هيقول استغفر الله امتى بقى؟ ما هيترك الانابه والتوبه خلاص، لانه هينشغل بما فتح عليه. ده بل بالعكس، ده فتح الدنيا علامه ايه؟ علامه الغضب. فلما نسوا ما ذكروا به ايه؟ فتحنا عليهم ابواب كل شيء. لكن ربك لما فتح الدنيا للصحابه، فتح الدنيا للصحابه في ايديهم لا في قلوبهم، وعشان كده استعملوها للدين ما استعملوش لانفسهم. توهما انك تسامح في الهفوات، اول ما يلاقي نفسه قاعد بيغلط وبعدين ربنا ما يعاقبوش يقول لا ربنا بيسامحني في الهفوات، ما بياخدش. ونرى ان ذلك من بسط الحق لك،
وترى ان ذلك من بسط الحق لك، وهو قبض مش بسط، ده قبض وليس بسط. وقال: كان استاذي في التصوف الجنيد، وفي الفقه ابو العباس بن شريح، وفي الادب ثعلب. ها والله مكتوبة عندي شريح، ومكتوبة في الهامش في نسخة ابن سريج. ابو العباس، ابو العباس ايوه، يبقى شافعي. ايوه يبقى ابو العباس ابن سريج، ابن سريج. وفي الادب ثعلب، وفي الحديث ابراهيم الحربي. يبقى علماء التصوف هم كانوا علماء كبار، كان عالم في فقه الشافعي، عالم اصولي، عالم في القراءات، عالم في الحديث، عالم في الادب واللغه، وبعد كده سلك الطريق وصل الى الله. مش شويه العالم اللي قاعدين يعترضوا على المتصوفه اليومين دول، وهو لا يحسن قراءه القران، وان احسن قراءه القران لا يحسن معانيه، وان احسن معانيه لا يحملها على محاملها، بل يحملها على محاملها التي حملها اياها النجدي والحراني والعالم. كأن الإسلام عاقم أن ينجب إلا أربع مشايخ بس، أربع مشايخ بس، وما أنجبش غيره. أنت عارفهم بقى؟ لا لا، احنا بنتكلم هم ماشيين ورا مين؟ دي فروع وأذناب، دي ديول، دي ديول، دي بياخدوا فلوس، دول بيقبضوا فلوس عشان يقولوا الكلام ده. أنت دريان، ده بيوزعوا شرايطهم ببلاش في المساجد. طب مين اللي بيمولهم؟ مين بيمولهم؟ فلوس البترول. لما ربنا سبحانه وتعالى رآهم بيستعملوا فلوس البترول في تمويل شيء لا يرضيه، خلاها غنيمة في ايدين الامريكان. ما دي الحقيقة. انت لو نظرت للاحوال كده تجد ان الحكاية ماشية في السكة دي عادي. ده هي دي السكة العادية. ده لما كان يروح يتعاقد عندهم واحد مسلم بنفس كفاءة الامريكاني. احنا عندنا دكتور صديقنا اخصائي، دكتور استشاري جراحة عظام، قعد في المانيا 20 سنة، وبقى هو رئيس القسم اللي بيشتغل فيه. وطلبوا في جدة واحد في التخصص بتاعه، فهو الراجل نفسه يحج، بقى له 20 سنة قاعد في اوروبا. فقال والله فرصة ما اروح انا احج، فقدم الابليكيشن ان هو يروح يتعاقد في جدة. هم متصورين انه الماني لانه كان خد الجنسية. فلما جت الابلكيشن وبتاع تعاقدوا معاه على 30,000 ريال في الشهر، الكلام ده من 10 سنين القصه دي. 30,000 ريال في الشهر ده يعتبر سعر عالي قوي. الراجل وافق وبتاع وجه، اول ما بيقابلوه في المطار لو بيتكلم بالعربي، الله وانت مصري؟ لا احنا هندي لك 10,000 بس. كانوا فاهمينه كافر الماني. لو كافر الماني كانوا هيدوا له 30,000 ريال، لكن طلع مصري وجاي عشان يحب، وهو رئيس الالمان هناك. ده هو رئيس الالماني، هو اللي بيعلمهم. بس مجرد ان هو طلع مصري وبيتكلم بالعربي ومسلم، لا لا ده انت 10,000 كفايه عليك قوي، الثاني كنا هنديله 30,000. وما نماذج زي دي كتيره حصلت، واللي احتك معاهم عارف. فربنا سبحانه وتعالى ليس بظلام للعبيد، واحنا مش بنقول كده تشفي، بل بالعكس اي ضربه عليهم هي ضربه علينا احنا. دي الحقيقه. لان انت اخوك لما يبقى ثالث اي عقاب عليك انك انت اللي بيقبض، لانه ما زالوا اخواتنا وما زالوا اخواننا للاسف. ولما بيتضربوا بنتضرب، تيجي على وشنا احنا. يعني لما تيجي على وشه هو كانها جت على وشنا. دي الحقيقه. لكن ربنا يهديه. ومنهم ابو محمد عبد الله بن منازل الفاتح الروح. شيخ الملامتية او الملامتية. الملامتية اللي قلت لك اللي هو المذهب اللي كان يحب ان هو يهدم نفسه في الظاهر امام الناس حتى يخفي حاله مع الله. يوم يعمل ما يلام في الظاهر. وهو في الحقيقة مع الله من كبار الاولياء. ده مذهب اسمه الملامتية. ومات هذا المذهب بعد حوالي 300 سنة من انشائه، واستقر بعد ذلك ان يكون الظاهر والباطن في حال الكمال. مع مراعاة ألا يكون شيء من هذا إلا لله عز وجل. خدت بالك؟ لأن هو دي الكمال في السنة. شيخ الملامتية وأوحد وقته صاحب حمدون القصار، كاتب في الهامش: هم طائفة خاصة من الصوفية
يعتمدون على الإخلاص والتهرب من الرياء والمبالغة في ذلك، وقد فصل السهروردي الحديث عنهم في عوارفه. كان منهم مراد دي اللي حكيت لك عليه أنا في أول هذا القرن، كان يروح يجيب الناس من الخمارات، كان كل يوم تشوفه تلاقيه رايح خمارة قاعد، وبتوع الخمارات الجرسونات كلهم عارفينه، لكن يروح الخمارة عمره ما يشرب خمر، بس يقعد ويبعت كده يعزم واحد، يلاقي واحد قاعد لوحده كده، يقوم يقول له نزل له طلبات على حسابي، يوم اتنين تلاته الراجل يصاحبه، ما هو بيحبه بقى، يوم يجي يقعد معاه على الترابيزه، يوم يتعرف عليه وما يكلموش ابدا في اي حاجه متعلقه بالدين، ما يكلموش اي حاجه، اخبارك ايه وبتيجي ايه وكلام عادي عام، لحد ما الراجل يحبه ويروح مختفي عنه اسبوع، يكون مشغول في خماره ثانيه بيصطاد واحد ثاني، وبعدين يظهر بعد اسبوع الراجل يقول له انت فين؟ ما اديتنيش حتى تليفونك، بدور ايه ده انا، ايه انت رحت فين؟ قال له انت عايز تقابلني؟ قابلني في سيدنا الحسين بعد صلاه العصر كل يوم. هو لسه ما كلموش عن اي دين ولا اي حاجه، وهو كل يوم يقعد في سيدنا الحسين هنا من بعد العصر لحد العشاء، وبعد العشاء يروح على الخمارات. يصطاد ناس من هناك، يتوبهم. لحد ما بقى عنده حلقه عند سيدنا الحسين كلهم جايين من الخمارات الساقطين بقوا اولياء. واخد بالك ازاي؟ كان مراد في اول كان من ضمن الملامسيه يعني. كان ماشي في ايه؟ في الطريق ده. رحمهم الله. وكان عالما وكتب الحديث الكثير. مات بنيسابور سنه 29 او 30 و300. سمعت محمد بن الحسين رحمه الله يقول: سمعت عبد الله المعلم يقول: سمعت عبد الله بن منازل يقول: لم يضيع احد فريضه من الفرائض الا ابتلاه الله تعالى بتضييع السنن. خد بالك الترتيب ده مهم. لما تضيع فرض ربك سبحانه وتعالى تبقى للسنه اضيع، مش كده برضه؟ اذا ضيعت الفرض تبقى للسنه اضيع، مش كده؟ ده الترتيب العادي. يقوم ربنا يبتلي الانسان ده بتضييع السنه، ليه؟ لوجود التهاون عنده. طيب ولما يضيع السنه يقع في البدعه. تضيع السنه، ايه اللي يحل محل السنه؟ البدعه. مش كده برضه؟ يروح واقع في البدعه. هدي لك امثله كتيره بقى. في العصر بتاعنا. سيبك انت من الكلام القديم ده لان ده عصر وده عصر. ما هو لازم الفقيه يبقى عليم بزمانه. لما ضيعنا سنه مدح النبي صلى الله عليه وسلم في المساجد. كان زمان في مداحين. كل مسجد تلاقي في اخر درس من الدروس دي في الازهر وفي جميع انحاء مصر يختموا الدرس بايه؟ واحد صوته جميل يقف يمدح مديح للصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، او ابتهال يدعو الله بشعر جميل والناس تقعد كده تتمايل وتنبسط وتنهم ماشيين، صح؟ كان زمان الحكايه دي موجوده متوارثينها من ايام سيدنا حسان بن ثابت اللي كان بيقف على منبر النبي في عصر النبي ويقول هذا الكلام. فضل الامر ده مستمر لحد ما جم الجماعه المتمثلفه قال لك الرسول قال لا تطروني منع المدح، ما تمدحوش، اذا رايتم المادحين فاحثوا في وجوههم التراب، فمدحوا منعوا مدح النبي في المساجد. لكن في ناس صوتها بيطلع حلو يعمل ايه؟ اللي صوته حلو ده يحب الناس تسمعه، ده حتى كانوا ساعات يلم الناس كده ويقول لهم اقعدوا بس اسمعوني اسمعوني، يبقى عايز يسمعني من حلاوه صوته، لدرجة انه ساعات حتى يغني في الحمام لما ما يلاقيش حد بيسمعه. طبيعة النفس لما ربنا يدي الواحد نعمة حلوة يبقى عايز ينشرها على الناس. فلما منعوا مدح النبي الجماعة اللي صوتهم حلو راحوا فين؟ بقوا يعملوا الفيديو كليب. صح ولا لا؟ حل محلها بدعة. على طول بقوا مغنيين. بقوا مغنيين في الكازينوهات بعد ما كانوا مداحين في المساجد صاروا مغنيين في الكازينوهات ورا الرقصات. صح ولا لا؟ تركنا سنة مدح النبي حل محلها الغناء واللهو. لأن الأصوات الحلوة دي كلها هتروح فين؟ ما هي لابد هتنفجر وتطلع. أصل الصوت ده لابد هيظهر. هو أم كلثوم بدايتها كانت إيه؟ مش مداحة؟ ما بدايتها كانت مداحة وبتقرأ القرآن. وبعدين بعد كده أما جت هنا مصر القاهرة لقوا صوتها جميل اتلم عليها الملحنين والمغنيين ضحكوا عليها ومشوها في السكة بتاعتها. لما خلوها ست عندها 80 سنة وتقول أنت عمري. وهات ايديك ترتاح منهم مش عارف ايه. واحده 80 سنه بتقول كلام مراهقين، حاجه مضحكه. خلوها مسخه. خلوها مسخه فعلا، تصور جدتك تقعد تقول هات ايديك.
جدتك تقول كلام مراهقين تضحك انت ولا متضحكش؟ هي وصلت لهذا السن فعلا والناس تسقفوا لها، ايه الحلاوه دي؟ طب بذمتك لو كانت ماشيه في سكه المريح طول عمرها كانت اتحفت الامه في كلام، لان صوت جميل وحنجره جميله والقاء جميل وتذوق للغه عالي، ما لقيناش حد بهذه الصوره واخد بالك في العصر بتاعنا. فزي ما بقول لك تيجي تموت سنه تطلع لك بدعه على طول كده. طيب موتنا سنه حفظ القران ومراجعته ومتابعته، فالناس عملوا ايه؟ بقى عندهم فراغ. لما بقى عندهم فراغ انتشرت بدعه النوادي والكازينوهات، واين تذهب هذا المساء؟ صح ولا لا؟ لكن انت جدك لما كان حافظ القران وكان اول ما يفضل يفضى يقعد ايه؟ يقول يا ابني ابعد عني، انا عندي ورد النهارده ما قلتوش، مشغول. يجيله بالليل مشغول مش فاضي يروح حته، يقول ايه؟ اصل انا متعود اقرا كل يوم ثلاث اجزاء، سيبني بقى محدش يفتح عليا القبر. مش كانوا بيعملوا معانا كده؟ مشغول بقرآن. طيب لانه كان حافظ القران خايف يفلت منه، خايف يموت ونسيه، يوم يقعد يقراه. طب تركنا حفظ القران، جت اجيال مش حافظه حاجه، اما يقعد كده يقعد يفقر مش لاقي حاجه يشغل نفسه. كانوا زمان اما يقعد كده. طب انا كان معايا صديقنا الدكتور كمال عناني وكان استاذنا في الفقه، مره كنت واخده معايا في عربيتي وقلت له ايه، هوصله مشوار، فقلت له بس هعدي على المستشفى هطلع اشوف عيان كده وانزل، خليته في العربيه ونمشي على طول. انا طالع عليه اني هبص على العيان خمس دقايق، طلعت لقيت العيان بينزف، رحت منزله قلت العمليه، دخلنا قعدنا ساعه ساعه ونص وهو قاعد في العربيه. طلعت له بقى ايه، انا محرج جدا منه، قلت له اسف يا دكتور كمال والله انا رحت لقيت كذا وكذا، واخد بالك وهنروح اهو. قال لي ابدا، ده انا كان ورجي امبارح متاخر، ده انا قريت اربع اجزاء. فما عندهمش فراغ اهل القران دول، ما عندهمش فراغ. هو انبسط ان انا اتاخرت عليه ساعه ونص، بيقول لي يا ده الحمد لله، ده انا قعدت خلصت اربع اجزاء متاخرين علي من امبارح. فشوف بقى المسلمين ما عندهمش فراغ. ليه؟ لانهم حافظين القران، حافظين السنه، يقعد يصلي على النبي، يقعد يذكر ربنا، يقعد اول فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب، مش كده؟ طول عمر المسلمين كده. تركنا بقى حفظ القران، بقى عندنا فراغ، اعمل النادي واشتراك النادي ب 30,000 و40,000 ونعمل مش عارف ايه، والاوامطه اللي حاصله دي كلها اللي الناس عايشه فيها، واعمل القهوه واعمل الكازينو واعمل اين تذهب هذا المساء واعمل المسارح واعمل السينمات واقلب الدنيا بقى، كل عمر الناس منها مش دي كلها بدع؟ حلت محل ايه؟ ترك سنه حفظ القران وسنه ذكر الله عز وجل اللي كانت موجوده عند ابائنا وجداتنا. انا فاكر جدتي اللي جده ابويا، جده ابويا دي كان عندها سبحه، كانت طول النهار كده تخش عليها تلاقيها قاعده طول النهار، مش هي بس كل جيلها كان كده على فكره، كل الجيل بتاعها كان كده، تقعد تصلي على النبي كل يوم 1000 مره وتقعد تقرا كل والله واحد كل يوم مش عارف 100 مره الصفحه، ليها ورد كده وما كانتش تعرف تقرا ولا تكتب، لكنها دور ده. ولما تيجي يدخل عليها الستات يزوروها ولا بتاع، روحوا بقى انا مشغوله، انا مشغوله مش فاضيه لكم، وتروح داخله على الاوضه لوحدها تشتغل. لكن الوقت الناس احبوا قوي يقابلوا بعض ويقضوا وقت ويقعدوا بالثلاث ساعات، وبدري انت ماشيه ليه؟ من علامه الافلاس الاستئناس بالناس، من علامه الافلاس الاستئناس بالناس. شفت بقى بدع ترك ذكر الله، سنه ذكر الله لما تركناها حل محلها بدعه ايه؟ بدعه الاستئناس بالناس. والاستئناس بالناس يعني ايه؟ يعني انشاء النوادي، انشاء المتنزهات العامه علشان نتسكع فيها، واخد بالك، وانشاء الملاهي الليليه، ويوميا في التلفزيون اين تذهب هذا المساء؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ثمر بعد العشاء، وهم يقول لك اين تذهب هذا المساء؟ شفت البدع بقى؟ ما تتركش السنه لو هي بدع على طول كده، دي ماشيه على طول. فشوف بقى الشيخ بيحذرك من القرن الثالث الهجري، شفت دي ناس منوره ازاي؟ لم يضيع احد فريضه من الفرائض الا ابتلاه الله تعالى بتضييع السنن، ولم يبلى احد بتضييع السنن الا اوشك ان يبتلى بالبدع. سمعت الشيخ ابا عبد الرحمن السلمي يقول، سمعت ابا احمد بن عيسى يقول، سمعت عبد الله بن منازل يقول، افضل اوقاتك وقت، افضل اوقاتك الوقت عند الصوفيه، يعني الحال مش الساعه، حالك اللحظه اللي انت فيها دي افضل لحظاتك، يعني افضل احوالك، فهمت؟ افضل اوقاتك وقت تسلم فيه من هواجس نفسك اللي هي شهواتك يعني واهواتك،
ووقت تسلم فيه من سوء ظنك. يا سلام، في رواية يسلم الناس فيه من سوء ظنك. قولوا للأعراب، قولوا الكلام ده للأعراب بقى. ايه رأيك احنا نسميهم الأعراب عشان يبقى في سين بيننا وبين بعض، بدل ما نقول بقى ايه على المستشر كده نقول الأعراب وخلاص. قولوا للأعراب يا سيدي، شوف أساءوا الظن بالأمة ازاي وشركوهم وكفروهم وليل نهار كده قايم نايم كده. عارف من ضمن المعاصي اللي الانسان يفضل عاصي فيها وهو نائم سوء الظن. متملي يقول لك نوم الظالم عباده، لان الظالم مش هيظلم وهو نايم، يبقى ساعتها بالنسبه له عباده، اول ما هيصحى يظلم الناس يبقى نمى، فقال لك نوم الظالم عباده. الا سيء الظن نومه ما زال في المعصيه لانه نائم على سوء الظن. شفت؟ يبقى نومه برضه معصيه لانه مستمر. تشوف بقى بيقول لك ايه، افضل اوقاتك وقت تسلم فيه من هواجس نفسك، يعني محاباية نفسك التي تشغلك عن ربك، ووقت يسلم الناس فيه من سوء ظنك. شفت الجمال؟ ونقف على ابو علي محمد بن عبد الوهاب الثقفي يوم السبت القادم ان شاء الله تعالى. اللهم علمنا، اللهم فقهنا، اللهم نورنا بنور نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. واحد بيسألني بيقول لي انت في اي طريقة من طرق اهل الله؟ الطريقة الصديقية الدرقوية الشاذلية، اخذتها من سيدنا عبد الله الصديق الغماري في رمضان 1400 هجرية الموافق سنة 1980، السيد عبد الله الصديق الغماري الحسن، وهي طريقة صوفية سنية سلفية غير متمثلفة أثرية تسير على الأثار الوريدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربنا يوفقنا. طرق كثيرة، المهم بس فين النفس؟ المهم فين النفس؟ هذه المسألة. الطرق الموصلة إلى الله كثيرة، الأيادي آلاف الأيادي ممدودة لك عشان توصلك لربك. مد إيدك بقى، هذه المسألة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ما تقرا ده، في ناس كتير صنفوا كتب، اقرا اقرا كتب. ايوه عبدوه، بنوا عليه قبر وعبدوه، سجدوا له. المسلمين عبدوا ولي، المسلمين عبدوا الولي. بيطوفوا يعني، بيقول نويت الطواف ويبقى متوضئ ويطوف عدد معين من المرات ويصلي بعد كده ليه ويقول الولي اكبر، بيعمل ايه يعني؟ ده نظام تنظيمي بحت، انه بيدخل من الباب ده ويخرج من الباب الثاني بس. هو اي واحد لف حوالين اي حاجه يبقى بيطوف حواليها عباده، وانت لما بتطوف حوالين الكعبه بتعبد الكعبه، حاجه غريبه قوي. ها؟ بيلف حوالين السلاك بيعبد الملعب، حاجة غريبة أوي. ما كل الناس بتلف يا أخي حوالين أي حاجة بتحبها. أنت لما تحب حاجة مش بتلف حواليها فرحان بيها؟ طب أنا لما بنيت بيت في المقسم كنت بقعد كل ما أروح أمر مع المهندسين ألف حواليه. هيقول لي يا مشرك، لما أنا بلف حواليه مع المهندسين بشوف بيعملوا إيه. الله، كويس إنه ما شافونيش والله، وأنا بلف حواليه كانوا هيلبسوني سهم. أنت لما بتفرح بحاجة مش بتلف حواليها؟ جبت عربية جديدة تلف حواليها كده تشوف، لحتى تكون اتخدشت هنا اتخبطت هنا، مش كده ولا لا؟ شوف عجلها تبقى مشرك؟ بتطوف حوالين السياره يا مجرم. هو عايز يقول لك كده، ادي المساله. عنده شهوه، شهوه انه يشتم الناس وسوء الظن بالناس. اي واحد بيفرح بحاجه مش بيلف حواليها؟ طيب سيدنا حمزه، سيدنا حمزه دخل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيدنا علي كان قاعد معاه، فقال سيدنا ايه لسيدنا علي بيقول له ايه، انت مني بمنزلة هارون من موسى. وقال لسيدنا حمزة وانت اشبهت خلقي وخلقي. فالاثنين فرحوا، قاموا يلفوا حوالين النبي على رجل واحدة، يسقفوا كده واخد بالك، فرحانين يلفوا حوالين بعض يحجلوا. الحديث في البخاري، ايه رأيك؟ الحديث في البخاري، طافوا حوالين النبي بيحبوه، فرح بالبشار، ربنا بشرهم على لسان النبي بكلمه حلوه. فرح عملوا ايه؟
أنت سيدنا حمزة يحجل كده على رجل واحدة ويسقف كده، زي عارف أنت لما واحد يفرح مش بيعمل كده، يبقى اللي بيلف حوالين الوالي فرحا بالوالي، مش بيعبد الوالي، ده فرحان بيه، فرحان إنه زار الوالي، يا سلام ده مشتاق له شوية، مش كده برضه جاي له شوق على شوق، زيارة في الله، حبا في الله، لأنه وصل إلى الله، ومحبة الولي مطلوبة، ربنا سبحانه وتعالى طلبها لنا، واخد بالك ازاي؟ وقال من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب، يعني بمفهوم المخالفة، يعني احب اولياء، مش كده برضه؟ خلاص، يبقى اللي بيلف حوالين القبر ده ايه؟ الطوائف القديمة عبدت والمسلمين لم يعبد احبوا، خد بالك ان المحبة مطلوبة وان تعبدهم غير مطلوب، السابقين بالغوا فتحولت المحبة الى عبادة للولي ذاته، فجاء النبي صف هذا الامر فابقى المحبة والغى العبادة، فهمت ازاي؟ هم عايزين يلغوا كمان المحبة، لا هنفضل طول عمرنا نحب الاولياء، طول عمرنا نفرح باولياء الله، طول عمرنا نفرح بآل بيت نبينا، هنفضل كده طول عمرنا، لكن عمرنا ما عبدناهم وعمرنا ما قلنا انهم معصومين، اللي قالوا كده الشيعة مش اهل السنة، احنا ما قلناش كده ابدا، هو علشان الشيعة بلغوا في محبة آل البيت نقوم احنا نكره آل البيت؟ طب هم بلغوا في محبة آل البيت مبالغة خطأ، ان هم نسبوهم الى العصمة، واخد بالك، واعتبروهم ان هم يعني بعضهم قال ان حل ربنا في سيدنا علي درجة عبده سيدنا علي وانه حق بالرسالة، قالوا كلام فارغ كتير، لكن واحنا علشان قالوا كده في سيدنا علي وعبدوا سيدنا علي اكره انا سيدنا علي؟ سيدنا علي ذنبه ايه؟ طيب ليه بتاكل البقر؟ ما انت ما الهندوس بيعبدوا البقر، بتاكل البقره ليه؟ ما كرهتش البقره ليه اللي عبدت من دون الله؟ كل يوم بتلغي في لحم. ما البقره عبدت من دون الله. مش معنى ساعة الأكل تملى كرشك ما يهمكش. وساعة الولي تقول لا عشان بيزوروه بيطوفوا حوالي مش هزور. تقوم تكره الولي. طب ما تحب الولي زي ما بقية المسلمين بيحبوا الولي. طيب ما عبد الناصر مدفون اهو عاملين له جامع آخر جمال، شفت حد زاره؟ حد زاره هناك؟ ليه؟ لأنه لم يشتهر أنا وليا لله، لم يشتهر. صح ولا لأ؟ يبقى الناس اللي بتروح بتزور أولياء الله في الله، مش الأشخاص كأشخاص، مش أجساد بني آدمين. طب ما عبد الناصر جسد وده جسد. يبقى الناس بتروح لله، محبة في الله، أهل الله. فهمت إزاي؟ يبقى زيارة في الله، للي يفهم. حد راح زار أم كلثوم؟ ما الناس بتحب أم كلثوم لحد دلوقتي بتسمع صوتها، صح؟ لكن حد راح يزورها عملوا لها مولد جابوا لها مرجيحة، هم بيجيبوا المرجيحة اللي فيه. طب ليه بيجيبوا المرجيحة؟ عشان اللي بيزوروا معاهم عيال صغير يوم عايز يلهي العيل بالمرجيحة لحد ما يخش يزور الولد، ادي كل الحكاية، بدل ما الولد يفضل يتنطط له ما يعرفش يفرح بالولد، فلقوا بتوع المراجيح قعدوا ياكلوا عيش على الباب بتاع الولد. مش معنى كده يعني بشجع المراجيح، لكن انا بقول لك السبب، ان اي زياره حته فيها زحمه لزحام الناس عند الوالي ابتدت تفتح المحلات ويبيعوا الناس الحلاوه ويبيعوا مش عارف ايه ويعملوا اماكن استراحه ويعملوا ميضه الناس تتوضى والعيال طالما بتيجي. طب ما انت قدام المدرسه بتاع الاطفال تلاقي واحد ايه بيبيع حلويات ومعاه زماره ومعاه مش عارف بالونه ومعاه ايه عشان عارف العيال وهم خارجين يتمرجحوا يلعبوا عادي. هو الوالي اللي قال لهم اعملوا كده؟ انت طبيعي بقى بشريه، يقول لك اصل بيجيبوا مراجيح. الله ده انت عجيب قوي، ده انت اعرابي صحيح مش فاهم، ده انت اعرابي خالص، ده انت بعيد قوي، ده انت مش فاهم حاجه خالص، ده انت لو وصلت تلاقي خنع جنب سيدنا الحسين تفتحه محل يا مجرم عشان تكسب، وهيبقى ولي نعمتك سيدنا الحسين لان كل زواره هيجوا يشتروا منك. الله، ما هو بننتفع بالميت بعد وفاته، هو حي سيدنا الحسين ده كله مش عايش على بركه سيدنا الحسين وزواره؟ طنطا دي كان اسمها طنطبة، وكانت قرية صغيرة كده وكفر كفر قد كده، بقت طنطا وعاصمة كبيرة لما جالها السيد البدر. ايه رأيك بقى؟ دسوق، حد كان يسمع عن دسوق؟ حتة قرية في وسط غصان ولا حد دريان عنها، ظهر فيها الوالي سيدنا ابراهيم الدسوق، بقت ايه ده؟ مدينة عظيمة. يبقى الوالي بينتفع بيه بعد وفاته اهو، عشان تقول للأعراب بس بينتفع بيه بعد وفاته، الناس الاحياء بينتفع بيه. طب روح انت خد لك محل جنب جنب مسجد سيدي ابراهيم الدسوقي يا سعد، التجاره لو هتبيع تراب هيتباع،
شوف قد ايه يا سعد، روح افتح بس محل تجاري هناك كده، ولا محل بيفتح على مسجد سيدك السيد الدرس، يبقى بتنتفع بالولي بعد وفاته ولا ما بتنتفعش؟ انتفع بيه بعد وفاته حتى لو كنت من اهل الدنيا، لانهم اهل كرم بيدوا للكل. ادي كل الحكايه، وربنا ما زال مدده نازل عليهم وبيتوزع على اللي حواليه. ايه دي المشكله يعني؟ هو ربنا لما بيغني واحد واحد يوزع على الناس يبقى حاجه وحشه دي؟ هو ربنا غنى الولي وبيوزع على زواره، ايه المشكله يعني؟ هم مش فاهمين، خلاص خليهم شحاتين. ما حكم سوء الظن الذي يرد على يرد على الانسان وهو لا يريد ذلك في نفسه؟ سوء الظن، الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ان سوء الظن من ايه؟ من الكياسه. ها؟ معنى الحديث يعني لا اذكره بيه. يبقى في سوء ظن مطلوب، واخد بالك؟ وفي سوء ظن حرام. سوء الظن المطلوب انك انت يعني لا تثق في الناس ثقه عمياء بحيث ان الناس تضحك عليك وتاخد تبيع مصالحك. فهمت ازاي؟ لكن سوء الظن اللي مش مطلوب انك انت تسيء الظن وينبني على هذا الظن انك انت تعامله بجفاء. فهمت ازاي؟ لما ينبني عليه المعامله بالجفاء وانك انت تصرح له بذلك يبقى ده اللي حرام. لكن ان انا استحرف، انا معايا فلوس وانت بتقول لي انا هتاجر لك فيها وانت راجل طول النهار قاعد في الجامع، او ما انا احرف اقول لا والله انا ما حدها لك، ده ياما عالم بدون قد كده سرقت بعضها، صح ولا لا؟ انت ما اتهمتش فيه ان هو حرام، لكن انت من حرصك تقول والله انا ما هخلي حد يتاجر لي في مالي، انا بس اللي اتاجر في مال نفسي. يبقى انت كده حرصك واخد بالك خلاك ما تديلوش الفلوس، لكن في نفس الوقت بتحسن معاملته، تبتسم في وجهه وما قلتلوش يا حرام. فهمت ازاي؟ لكن اما تعبس في وجهه وتقول له يا حرام وانت مش عارف ايه وانت لسه ما جربتوش يبقى هو ده سوء الظن اللي حرام. انما اما تحتاطه وما تديلوش الفلوس علشان الوقت الناس بتاكل فلوس بعضها احتياطا لا يكون منهم، لكن في نفس الوقت لا تخفي فكرك عنه، يبقى ده مطلوب من الايمان. فهمت؟ فهمت الفرق؟ بس. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد واله كما يليق بكمالك وعبدك ماله. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل افضل صلاه على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك مداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وفي ذكره الغافلون.